وللمزيد من المتابعة والتحليل أيضا ينضم إلينا محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي ومساعد رئيس تحرير روز اليوسف. يعني بداية وبعد التحية، كيف قرأت في سطور فعاليات هذا اليوم، يوم تفوق الجامعات المصرية، وهذا اللقاء المجتمعي والحوار بين الرئيس والوزراء المعنيين وأيضا المسؤولين المعنيين لدفع مصر إلى الأمام في مجال التعليم والثقافة والتنمية بشكل عام؟ وتحياتي لمشاهدينك الكرام. اهتمام السيد الرئيس بفكرة التعليم واضح وبلي منذ الولاية الثانية، لما أعلن أن التعليم والصحة وبناء الإنسان هم أهم الملفات المطروحة على طاولة شخصية. ولاحظنا خلال الفترة الماضية إنجازات غير مسبوقة وملموسة على أرض الواقع، سواء في التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي. الرسالة المهمة النهاردة بحضور السيد الرئيس مع المجلس الأعلى للجامعات وبحضور الوزراء المعنيين في الاحتفال بيوم التفوق للجامعات المصرية، هي رسالة فوق سياسية بأن التعليم هو قاطرة التنمية لهذا البلد، وهو الطريق الحقيقي لمستقبل المجتمعات، وهو الطريق الوحيد تقريبا اللي بيحد من أوجه اللامساواة ما بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وأيضا بلا شك رسالة مفادها أن التعليم هو حجر الأساس الذي ستقوم عليه المجتمعات المصرية المستنيرة والمتسامحة. الرسالة دي رسالة مهمة جدا من السيد الرئيس، ناهيك عن السيد الرئيس يتكلم مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات في كل ما يخص العملية التعليمية الجامعية، سواء بالتنافسية مع نظائرنا من الجامعات في الدول الأخرى، سواء الدول الإفريقية أو الدول المتقدمة. وتناول أيضا اللقاء فكرة الجودة في العملية التعليمية، ودائما الرئيس بيتحدث عن الكيف وليس الكم، رغم أن احنا أنجزنا بقرى كبيرة فكرة الكم اللي ما كانش موجود قبل كده. بمعنى النهارده بنتكلم في 9 سنوات منذ ان تولى السيد الرئيس الولايه الاولى في 2014، كنا بنتكلم ان مصر على مدار ما يقرب من قرن وعشر سنوات، يعني 100 سنة و10، كان عندنا 37 نعم. تم إضافة مجموعة كبيرة، 17 جامعة، الجامعات أيضا التكنولوجية، الجامعات الأهلية، حتى طرق التدريس والتخصصات اختلفت لتواكب سوق العمل ليس فقط في مصر ولكن أيضا في العالم أجمع. يعني هناك نوع من أنواع يعني تطوير المنظومة التعليمية للطلاب المصريين، وأيضا تشكيل وعيهم وتطويرهم بدنيا وصحيا ونفسيا وتعليميا وشبابيا ورياضيا. فكل هذه المنظومة وهذا التكاتف من مؤسسات الدولة لتنمية وعي وتشكيل الشخصية المصرية للكوادر المدربة والأجيال الجديدة اللي هتخرج إن شاء الله لسوق العمل. بالتأكيد زي حضرتك كده بتقولي، حضرتك بتقولي إن احنا عندنا تقريبا 17 جامعة جديدة. لا خليني أطيب أكثر من كلام حضرتك، أنا في 9 سنوات أنا زودت الجامعات المصرية 52 جامعة، وهذا رقم كبير 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 جدا للغاية. أنا بقول لحضرتك إن إحنا على مدار 110 سنة عندنا 35 جامعة خلال 9 سنوات من 2014 ل 23 الآن، تضاعفت عدد الجامعات المصرية وزادت حتى وصلت ل 92 جامعة، بالإضافة كمان إن كان في السابق ما عنديش إلا جامعات حكومية وجامعات خاصة، اليوم أصبح عندي تنوع ل 11 نمط تعليم موجود على أرض مصر، جامعات كمان باتفاقيات دولية، جامعات بإطارية الاتفاق ما بين الحكومتين زي القاهرة وطوكيو، بنتكلم على الجامعة الحكومية المصرية اليابانية في برج العرب، بنتكلم على مدينة زويل للبحث العلمي والتعلم والتعليم، بنتكلم على
الجامعات التكنولوجية المختلفة وثقافتها المتعلقة بسوق العمل عند الجامعات الأهلية الدولية والجامعات الأهلية وفروع الجامعات العالمية في مصر، بالإضافة إلى أفرع الجامعات العالمية والدولية الموجودة في العاصمة الإدارية بمصر دلوقتي. فنتكلم على منظومة متكاملة، وتأمل الدولة المصرية إن احنا ب 2030 يكون معدل عدد الجامعات في مصر ومعدل عالمي، والمعدل العالمي بيقول الآتي: إن كل مليون طالب بيقابلوا جامعة موجودة على أرض الوطن، وإن شاء الله بحلول 2030 ممكن نعدي 120 جامعة على في جمهورية مصر العربية. إذا احنا أمام نموذج فريد في دعم العملية التعليمية، ده حقيقي تضاعفت الميزانيات المخصصة، بل تضاعفت أكثر من مرة الميزانيات المخصصة للتعليم والبحث العلمي. هذا حقيقي. لما نتكلم النهاردة هل أصبح التعليم بعيد عن مجالات العمل وفرص العمل المحلية والدولية؟ أبدا، عاد هناك كل الجامعات المصرية حاليا ما عادش فيها تخصصات تقليدية أبدا، كلها تخصصات متعلقة بالوظائف سواء المحلية أو الوظائف الدولية. دخلنا على الذكاء الاصطناعي، دخلنا على الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، أصبح عندنا برامج بإنترنت الأشياء، أصبح عندنا برامج للأمن السرالي، أصبح عندنا برامج للمتعلقة بالروبوت والميكاترونكس، والجمع ما بين الكهرباء والميكانيكا في بعض التخصصات لحل الأزمات الموجودة في المعدات والآلات. الروبوت النهاردة عاد موجود في الجامعات المصرية، وعاد طلابنا وأبنائنا بينتجوا روبوتات تحل مشاكل عديدة في هذا المجتمع. وبالتالي احنا نقدر نقول يا استاذ محمد ان احنا فعلا استثمرنا في التعليم استثمار جيد جدا في وقت مليء جدا بالتحديات والعالميه ايضا، ويعني مشاكل تعرضت لها مصر، ولكن مع كل ذلك كان هناك تطور لافت النظر في مجال التعليم واستثمار في التعليم، وايضا في مجال الثقافه والشباب والرياضه. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي ومساعد رئيس تحرير روزا اليوسف.